المصري استطيع ان اقول انها ايجابيه بالنسبه للفتره الحاليه. كابتن ناصر عباس اتفضل. مستر جاتنبرج برحب بيك طبعا، تحياتي لحضرتك، وانا يمكن كنت متابع جدا للتحكيم من خلال التحليل التحكيم في قناه النادي الاهلي، ولكن طبعا انا بحييك في البدايه على انك انت بدات بسياسه الثواب والعقاب، وده كان مهم جدا. الحكم اللي كان بيخطئ كنت بتاخد الاجراء ضده، ودي كانت حاجه جميله جدا جدا نتمنى طبعا احنا نشوفها في الفتره اللي جايه. السؤال المهم جدا ان هي فتره التعايش مع الحكام عندنا كانت فتره قليله جدا جدا. من وجهه نظري، هل هي كانت بتسمح لحضرتك انك انت تدي الحكام كل ما عندك من التطوير، سواء كان داخل ميدان اللعب او سواء كان في المحاضرات النظريه؟ لان البعض اشتكى ان قله الفتره اللي انت كنت حضرتك بتتواجد فيها دي يمكن اثرت بشكل ما على التحكيم، ولكن انا بحييك على ان حطيت انت المعايير في البدايه، كانت معايير مهمه جدا جدا، الكل مشي عليها والكل التزم بيها والكل اهتم بيها. تحكيم مهم جدا، ان الشخصيه التحكيميه لرئيس لجنه الحكام دي كانت متوفره في حضرتك، كنا نتمنى انك انت تكمل، ولكن كانت المشكله قله الفترات اللي انت تتواجد مع الحكام فيها. تاخد تعليق صغير برضو من مستر كلاتر. شكرا لك على هذا السؤال. لا استطيع ان اقول ان الوقت كان ذو صلة، ولكن الرسالة التي أردت أن أوصلها للحكام هي نفس الرسالة التي وصلها الفيفا للحكام في جميع الاتحادات المختلفة حول العالم. أستطيع أن أقول أني أردت أن أوصل لهم المعلومات من خلال التعليم، من خلال خبرتي. أستطيع أن أقول أني استطعت أن أوصل بعض الخبرات للحكام المصريين. ولكن المشكلة أن الناس في مصر لا يستطيعوا أن يتفهموا الظروف التي مررنا بها من خلال كوفيد-19 كورونا. كانت ظروف صعبة والأحداث تتصارع بشكل كبير. مباراة تلو الأخرى، مباراة هنا، مباراة في مكان آخر، يوجد تباعد بين الناس، ولكن هذه لن تكن المشكلة الوحيدة، لكن يوجد الكثير من الناس الذين فقدوا وظائفهم. كنا نمر بفترة صعبة، انظر للبلاد حولك ماذا كان يحدث، ولكن في مصر كنا نشارك ونشاهد المباريات تحدث بشكل كبير، بشكل سريع، وفترات قصيرة بين المباريات. لم نستطيع أن نتعايش مع هذا الأمر، وخصوصا التحليل عن طريق الفيديو. لم يستطع كثير من الحكام متابعة هذا النظام. لم نستطع أن نتجمع في القاهرة كثيرا، وكنا نتقابل عن طريق اجتماعات الزوم، وكان عائقا أمامي للتواصل مع الحكام وأن أناقش معهم الأمور الهامة. قد ناقشنا الكثير من الأمور عن طريق الزوم، فكان هذا من الأمور الكبيرة التي لم أستطع أن أوصل كل أفكار الحكام. لم أوصل فلسفتي بشكل كامل. فكان هذا أهم أمر بالنسبة لي. لم أستطع أن أوصل الأمر بشكل مناسب لرئيس الاتحاد والجماهير. الناس لم تتفهم. والميزانية أيضا في الاتحاد لم تكن كبيرة للجنة التحكيم. أردت أن أستخدم الكثير من الأشياء، ولكن الظروف التي مررنا بها كما قلت